الله الرحمن الرحيم. العربي بيلال، المراسل الجديد لجريدة أصوات بجهة سوسمسة. هذه الجريدة الوطنية والدولية اللي كتعتبر واحد منبر حر ومستقل، وإن شاء الله نتمنى ونكون عند حسن ظن المواطنين والمواطنات بالجهة. وكما أطلب من السلطات المختصة أنها تمد اليد المساعدة في تغطية جميع الأنشطة التي تقوم بها والتي تزاولها على صعيد الجهة. ومرة أخرى أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم وشكرا. ما تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.